سلام لكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله بناء على طلب احد متابعتها من معاكم الموديل اللي شايفينه قدامكم، اتمنى الفيديو ينال اعجابكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه. هيكون عندي باترون البنس امام وخلف. انا طبعا كان عندي باترون الخلف بس انا قصيته والكاميرا ما كانتش شغاله فبعتذر، بس هو نفس الباترون اللي احنا بنعمله كل مره. طبعا انا مش هرسم الباترون قدامكم من البدايه لان باترون البنس انا اديته لكم اكتر من مره، فما فيش داعي ان احنا نكرر المعلومات كل مره بنفس الطريقه علشان الفيديو ما يطولش. طبعا انا صرفت البنسه من عند من حرده الابط، وده يرجع لرغبتكم على حسب الموديل، لان في ناس كثيره بتسالني ليه عملتي بنسه الصدر من عند الابط. ما فيش مشكله خالص، يعني على حسب ذوقك، لو حابه تعمليها من عند الكتف اعمليها، ولو حابه تعمليها من عند الابط اعمليها، على حسب ذوقك وعلى حسب رغبتك. فانا فرقت باترون الخلف بالشكل ده، ده باترون مصغر، فهاجي اعمل الامام قدامكم. طبعا عملت تعديل في دوران الرقبه ودخلت 1 سم في العرض واخدته بالشكل ده بدوران. انا عملت كل ده بس الكاميرا ما كانتش شغاله، وده انا بعتذر عنه. ده برضو باترون الامام، برضه هدخل 1 سم بالشكل ده في العرض و2 سم في الطول واخدهم بدوران بالطريقة دي، ده تعديل دوران الرقبة. هاجي للموديل، الموديل فيه قصة من عند الصدر، معرفش اذا كانت واضحة وملحوظة ولا لا، بس هو الموديل فيه القصة بالشكل ده جاية من عند شايفين نقطة الصدر دي، نقطة الصدر بالطريقة دي طلع على دوران الابط او على طول حردة الابط او فوقيها شوية، يعني ده برضو يرجع على حسب ذوقك. انا عاملاها على دوران حردة الابط بالشكل ده او على طول حردة الابط، واخدها بدوران بالطريقة دي، جاية على ربع المسافة دي او تلت، يعني الطول ده طول الوسط، جاية على تلته او ربعه وعاملة نقطة بالشكل ده وموصلاها برضو بدوران بالطريقة دي عند نقطة الصدر بالشكل ده. دي القصة اللي موجودة عند الصدر بتاع الموديل. برضو بنسة الكتف دي انا هقفلها خالص لان الموديل زي ما شايفين من فوق من عند الصدر مفهوش اي قصات، فهقفلها بالطريقة دي علشان لما اجي اقصه الصدر يجي قطعة واحدة. طبعا انا عاملة الطول 100 سم، الطول على حسب ذوقك وعلى حسب رغبتك. وسع الموديل احنا هناخده على القماش، يعني انا دلوقتي هفرغ الباترون عادي خالص والوسع هناخده على القماش. طبعا زي ما شايفين الموديل واسع خالص، فالوسع ده هناخده على القماش. ده كده الجزء اللي من فوق بالشكل ده، الجزء اللي من تحت ده انا هفصل البنسة. بعد ما فرغت الباترون بالطريقة دي انا عندي جيب وعندي قصة في الموديل زي ما شايفين، معرفش اذا كانت ملحوظة برضو ولا لا، بس هي جاية من عند طول الجنب، ده طبعا طول الوسط وده طول الجنب، فهاجي عند طول الجنب وهفصل الباترون او هفرغه بالشكل ده. زي ما شايفين بالطريقة دي، دلوقتي هنشوف هنثبته على القماش ازاي. ده كده عرض القماش. طبعا هثبته على المفتوح لان هو مرد، شايفين بين القصة والتانية هيكون في حدود 1.5 سم، يعني المسافة دي 3 سم او 4 سم، 2 سم للي فوق 2 سم للي تحت. مفروض ان التوسيع هيبدأ من بعد القصة دي بالشكل ده، يعني هخلي 1 سم بس زيادة خياطة او 1.5 سم، وبعدين
هنزل في حدود التوسيع في حدود من 10 ل 15 سنتي. يعني المسافة اللي هنزلها بوسع دي في حدود من 10 ل 15 سنتي. شايف الجزء ده اللي من الناحية دي اوسع، فانا هبدل الباترون. ادي كده الباترون بالشكل ده هبدله واخلي دي من تحت علشان الوسع ودي من فوق. الوسع هنا هخليه من الناحيتين، شايفين الموديل واسع ازاي، فانا هخلي الوسع من الناحيتين. هنا في الجزء اللي فيه المرض انا خليت التوسيع من الناحية دي بس اللي من جوه، انما الجزء اللي في الجنب ده هخلي التوسيع من الناحيتين بالشكل ده. ده كده عرض القماش 75 سنتي. برضه هخلي مسافة 3 سنتي أو 4 سنتي بالشكل ده عشان لما اجي اخيطهم. دي نقطة السطر اللي هتكون متخيطة في النقطة دي، هخلي 1 سنتي بس التوسيع بالشكل ده، ومن تحت برضه من 10 ل 15 سنتي، وهوصلهم بالطريقة دي. من نقطة الجنب هنا هبدأ التوسيع بالشكل ده، يعني النقطة دي برضو هتاخد معايا التوسيع لغاية ما اوصل لتحت. ده كده الجزئية اللي فيها الصدر، ودي انا هقصها بالشكل ده على قماش مفتوح لان هو في مرض. كده اكون قصيت الامام. ده كده باترون الخلف، هثبته بالشكل ده على المقفول او على المفتوح، يعني مفيش اي مشكلة. وهثبت الجزء التاني بالطريقة دي. بعد البنس هبدأ اعمل توسيع، برضه هيبقى في حدود من 10 ل 15 سنتي. من هنا مش هعمل تقسيم وسط خالص، برضو هبدأ التوسيع من بعد الجنب. هنيجي نشوف هنركبه ازاي. دلوقتي هقص الكابتشو، هاخد دوران الرقبة الامامي ودوران الرقبة الخلفي. هنا الخلفي 11 سنتي
والامام 20 يعني 31 العرض. ده كده الكبوتشو والبطانة بتاعته. القماش برضو على المطبق الاثنين. العرض احنا قلنا 31 سنتي، الطول 35 سنتي. طول الكبوتشو 30 سنتي وخمسة سنتي زيادة. ده كده الخلف وده الامام. من عند الخلف هطلع في حدود 5 أو 6 سنتي بالشكل ده، وهقسم المسافة دي، وهاجي كده من عند الامام واخدها بدوران. هاخدها بدوران بالشكل ده لغاية ما اوصل للمسافة اللي انا عايزاها بالطريقة دي. زي اي كبتشو انا بعمله من الخلف هعمله دوران او هخليه بالطريقة دي على حسب ذوقك، بس انا هعمله دوران. بالشكل ده. انا عند البطانة بتاعت الكبتشو دي مفروض ان هي تكون بنفس لون الجاكيت او الموديل، فهشيل الزيادة دي وهحط مكانها لون احمر او بنفس لون الجاكيت اللي هتعمليه. هجيب قماش بالشكل ده، هخليه مقفول من فوق، هخليه مقفول من هنا، فانا هجيبه واحطه بالطريقة دي. هخلي زيادة خياطة من هنا. دلوقتي هنيجي نشوف هنشطب الموديل ازاي. مفروض ان هيتركب بالطريقة دي. في جيب على فكرة، معرفش برضو اذا كان واضح عندكم ولا لا، بس هو الموديل فيه جيب بالشكل ده. الجيب ده جاي على خط الجنب زي ما قلنا وزي ما قصناه. ده برضو التكسيم بتاع الجاكيت زي ما شايفين، هيبقى بالطريقة دي. طبعا لو هتعملي بطانة للموديل كله فمفيش داعي انك تسرفليه، لكن لو مش هتعملي بطانة هتعملي سرفلة لكل الجاكيت. ده الجيب، هنشوفه برضه هيتركب ازاي. ده كده الجنب. ده كده الناحية اللي فيها المرد بالشكل ده. وده الجيب، الجيب اللي انا هركبه طبقتين بالطريقة دي لكل جيب. هجيبه على العدلة او على وش القماش وهركب الجيب الاول. ده كده الجيب وده وش القماش عدلة على عدلة، هركبه بالطريقة دي. شايفين لازم اظبط المسافات. وهجيب الناحية التانية وهركبها بالطريقة دي. بعد ما هخيطه بالشكل ده، هخيط الواحد سنت او الواحد ونص اللي احنا مخلينه زيادة، اخيطهم بالشكل ده. هنيجي نشوف هنكمل ازاي. بعد ما ركبت الجيب بالطريقة دي هجيب الطبقتين بالشكل ده. هحطهم على بعض واخيط الجيب بالطريقة دي. وهنيجي برضو نشوف نكمل ازاي. بعد ما هخيطه بالطريقة دي شايفين هيبقى ده شكله. طبعا عاملاه بلون مختلف علشان يظهر في التصوير ويظهر تشطيبه يكون سهل عليكم. بعدين هقفل الجزئية دي، هخيطها بالشكل ده. ده شكل الجيب، شايفين شكله مظبوط جدا ونظيف جدا وسهل جدا. ده شكله من جوه هيكون بالطريقة دي. بعدين هجيب الجزئية التانية، هجيب الجزئية دي واخيطهم برضو في بعض بالشكل ده.
هجيب الجزئية دي وهركبها بالشكل ده، دي اللي فيها المرد وده الجنب، هركبهم بالطريقة دي. واخد بالي كويس ان الخياطات اللي في اللي عند الجنب دي اللي في العرض تكون قصاد بعض، فانا هظبطها بالشكل ده وهثبتها بالإبر. بعد ما خيطتها هجيب الصدر وهركبه بالطريقة دي. بعد ما خيطت الامام بالطريقة دي هجيب اعمل البطانة، هجيب قماش مطبق بالشكل ده. على فكرة الموديل هياخد من 2.5 لـ3 متر. ده شكله بعد ما ركبته وعملت له المكوة. ده الكابتشو بعد ما ركبته في البطانة، ده هيكون شكله بالطريقة دي. هاجي اركبه، هركبه في الكولا بالطريقة دي. بعد ما ركبه هجيب البطانة، البطانة انا ركبت بطانة الامام في بطانة الخلف بالشكل ده. بعد ما هركب الكاب هركب البطانة زي اي بطانة انا بركبها، وهنيجي نشوف هنكمل ازاي. ده كده الموديل بعد ما اتشطب. دي القصة بتاعت السطر بالطريقة دي زي ما شايفين، وده الجيب، ده الجيب برضو في الناحية التانية، ودي القصة. معرفش اذا كانت واضحة ولا لا، بس هي عندي هنا واضحة جدا وشكلها جميل كمان. ده من جوه، ده الكابتشو والبطانة. بالنسبة للعروة اللي موجودة هوريكم تعملوها ازاي. هي عروة هتبقى بالشكل ده، واحدة فيها العقدة دي والتانية عروة، وهتدخل بالشكل ده. هجيب شريط بالشكل ده وهلفه. الشريط ده طبعا هنخيطه من جوه وبعدين تخرجوه. وفي القماش الشتوي هيكون افضل، لان القماش الشتوي هيكون اتقل من كده. وهلفه الطريقة دي، وبعدين ادخل الطرف ده. يعني هعمل عقدة، اعملوها على حسب ذوقكم على حسب معرفتكم. هتبقى بالطريقة دي. برضو على القصة اللي انا عاملاها عند الجنب بالشكل ده، وهخيط العروة بالطريقة دي، وبعدين هدخلها في العروة بالشكل ده. هي سهلة جدا مفيهاش تفاصيل غير كده. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان يكون نال اعجابكم، واتمنى ان تكون طريقة سهلة واكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.